انت يا عم انت ايه السفالة دي؟ سفالة؟ ايه الغلط ده بس؟ ده انا لما صدقت انك بتدافع عن حقوق المرأة. هو انا كلمتك يا اخويا؟ انا بقول السفالة لاني شايفة من البلكونة اللي محدش بيشوفه. وسيادتك شايفة ايه من البلكونة يا بلالينا؟ شايفة الواد راجع مع البنت اللي كان بيعاكسها. واضح انه لما قال لها يا موزة يا قالت الواد ده جريء وقلبه ميت، يا صدقت انها موزة. يا بنت يا بنت يا وحشة. على فكرة بقى انت ولا موزة ولا حاجة، ده انت شبه البطاطسية قبل ما تتقشر، والواد اللي جنبك ده شبه الانفت بشعره اللي عامله ده، لو ما اتمسكش النهاردة هيتمسك بكرة وهو بيتحرش بخنفسة. خلاص بقى، هي راضية وهو راضي، ايش حشرك انت بين الحشرات؟ اللي حشرني وفرسني وقهرني وبهرني ان واحد زيك يا بلالايكا واقف زي قلته، لا بيهش ولا بينش. مش لو كانت الشهامة خدتك كان زمان الواد ما تعرفش على البيت. اخ الواد ابن المحظوظة والبنت بنت الفقرية. يا مسؤولين يا مسؤولين، زي ما عملتوا قانون التحرش ضد البنات اعملوا قانون البنات اللي بتغرغر بالولاد. ما انتوا شايفين اهو البنت طلعت من الطلعة دي بوات مز وات انفد. اي نعم انا انثى ولا اقبل التحرش، بس ياما شفت بنات بتقول لولاد يا مز، وصراحة في عيال تستاهل.